والله اليوم تتعرف أنه الألعاب العربية انطلقت منذ أيام، من ناحية تنظيمية الحمد لله بشهادة كل وفود المشاركة، كل الأمور مضبوطة، خاصة أنه الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات من أجل تقديم صورة تليق ببلادنا. كذلك لاحظت أنه النخب الوطنية متألقة وتتصدر بفارق شاسع فيما يخص عدد الميداليات. نظن أن نجاحنا هو نجاح ثنائي من ناحية تنظيمية وكذلك رياضي من ناحية النتائج الرياضية. الحمد لله نظن أن كل هذا يعكس العمل اللي يقوم به الاتحادات الرياضية على مختلف المستويات، خاصة أن هذه البطولة جت في وقت ضيق جدا، لكن الحمد لله الجزائر دائما قدمت صورة وجاهزية منذ احتضانها عدة تظاهرات رياضية دولية من مستوى عالي، وهذا الشيء اللي يعكس الحرص السلطات العليا في البلاد على تشريف الرايه الوطنيه وكذلك اعطاء صوره ونهج جديد للرياضه الجزائريه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.